المتابعين قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من عاصمة البغاز. تشاهدون امامكم في هذه اثناء لحظة وصول سيارة الاسعاف لنقل السيد صاحب دراجة نارية بعد وقوع حادثة بينه وبين سيارة لنقل عمال او لنقل المستخدمين. الحمد لله ان شاء الله الامور تكون بخير، على حسب ما يجول هنا ان السيد مصاب بجروح ليست خطيرة، ولكن نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية. كما قلنا متابعينا الأوفياء، في هذه الأثناء لحظة وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، واللي صراحة تعطلت بحكم البلوكاج اللي واقع هنايا. طبعا هما دائما سريعين في الاستجابة، إلا أن بعض المرات في حال هذه الأثناء الطريق ما كتساعدهمش، خاصة الوقت اللي كيبداو فيه العمال العمل ديالهم، فكتكون الأمور جد جد صعبة. نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية. كما قلت متابعينا الأوفياء، لحظة نقل صاحب دراجة نارية إلى المشفى، نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية. طبعا متابعي الأوفياء، المرجو أخذ الحيطة والحذر دائما في كل سياقة، دائما في كل وقت، خاصة في الأوقات اللي كتطيح فيها القطرات الأولى ديال المطر، واللي كيكون كتشكل واحد الخطر كبير. طبعا رجال الأمن موجودين كما العادة، فتحي لهم القلب، اللي حاضرين في كل وقت. والسيد هياخذوه سيارة الأمبيلونس، نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية. كما العادة متابعينا الأوفياء، احنا هنا ماشي باش نشوهو سمعة أحد ولا شي حاجة، وإنما فقط كنتمنى من الله عز وجل أن الإنسان يرد البال ديالو. الإنسان إذا شاف مثل هذه الأخبار، مثل هذه البثوث المباشرة، يحاول أنه يكون على دراية بخطورة الطريق، يحاول أنه يتوعى شوية، يعرف شنو كاين في الطرق، شنو كاين في الدنيا كما كنقولوا، يعرف ندم شنو واقع. فاذا عرف ان شاء الله غيحمي راسو، يحمي بزاف ديال الناس. متابعي الاوفياء، على امل ان اراكم ان شاء الله في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعتذر متابعينا الأوفياء، نسيت عدم ذكر الحي. هي الحادثة وقعت في قلب حي بير الشفا، واللي معروف عليه دائما البلوكاج صراحة. الحادثة زادت عرقلت الطريق، فنتمنوا أنه من الله عز وجل السلامة والعافية. لحظة مغادرة سيارة الإسعاف.